في شهر رمضان الكريم، بعض النسوة وربات البيوت باتت تضطر لاقتناء الأطباق والمأكولات الجاهزة والموجودة بالمراكز التجارية، على غرار الشوربة والأكلات التقليدية كشطة حجاج، متوم وغيرها من الأطباق التي تزين الطاولة الرمضانية. كثير من الناس يلجؤوا للأكلات الجاهزة بسبب أنها سهلة في التحضير، وأنها أيضا متوفرة طول السنة، وبالتالي يستعملها بصفة سهلة. هذه الأكلات الجاهزة عادة تكون معلبة وفيها مواد مضافة. في تجربة منا بحثنا عبر منصة فيسبوك ووجدنا بعض الصفحات كيد أمي وأكل منزلي جاهز مالح وحلو التي تقوم بتحضير وإعداد الأطباق الجاهزة. تقمصت دور امرأة عاملة وتولت طلب بعض الأطباق لانشغالها في العمل، الأمر الذي ساعدنا على التعرف على ميزة وعروض هذه الصفحات وكذلك الأسعار، فكانت الإجابات كالآتي: عندنا شريبة فريك، وعندنا لغوتي بفولي، وعندنا البوريك pour les prix شحال ابي بخي كوا شوربة 200 دينار، لغوتي 300 دينار، سلطة 250 دينار. ولأن اقتناء الأكلات الجاهزة عادة جديدة تلجأ إليها النسوة، إلا أن السؤال المطروح: هل هذه المأكولات والأطباق تعود بالمنفعة على صحة الفرد؟ مختصون يجيبون: ممكن أنها تكون ضارة عند تخزينها، عند تجهيزها وتخزينها في علب. من بين الأضرار اللي ممكن تكون على جسم الإنسان الالتهابات الحادة أو المزمنة في الجهاز الهضمي، ممكن تسبب القرحة المعدية مثلا. مع الوقت ممكن تكون من مسببات بعض الأمراض مثلا السكري وضغط الدم وغيرها، وأيضا السرطانات خاصة. بين ضيق الوقت في إعداد وتجهيز مختلف الأطباق في شهر رمضان، يبقى اللجوء لهكذا أطباق غير معروفة من السلوكيات التي تهدد صحة الإنسان خاصة في الشهر الفضيل، الأمر الذي يستلزم دقة في اختيار المطعم المناسب والمراعي لكل شروط الأكل الصحي.